ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض حلقتنا. وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا النهاردة عن ذكريات، ذكريات اتحفرت في عقولنا زي مسلسل الساعة 7 اللي كان بيلمنا. بما أننا بنتكلم عن الدراما ده يخلينا بقى نروح نشوف شوية بروفايل عن الكاتب الأستاذ فتحي غانم، واللي بيعتبر طبعا من أشهر الكتاب اللي تحولت أعمالهم الأدبية لأعمال درامية وارتبط بيها المشاهد المصري، وكان دايما بينتظر معاد إذاعة حلقة الساعة 7، الميعاد المفضل للأسرة المصرية. ومن أشهر الأعمال دي كانت رواية مثلا زينب والعرش، رواية الأفيال، رواية بنت من شبرا، وغيرها وغيرها من الروايات. تعالوا نروح نشوف مع بعض البروفايل ونرجع على طول لحضراتكم. الكاتب الصحفي والأديب فتحي غانم واحد من أهم كتاب الرواية في مصر والوطن العربي، يضعه بعض النقاد في المرتبة الثانية بعد الأديب العالمي نجيب محفوظ من حيث حرفية السرد الروائي. تخرج غانم من كلية الحقوق جامعة القاهرة ليبدأ رحلته في عالم الصحافة، حتى تولى رئاسة تحرير روز اليوسف وصباح الخير وجريدة الجمهورية. ترك فتحي غانم بصمة مضيئة في تاريخ الرواية العربية بأيقونات خالدة، مثل رواية الرجل الذي فقد ظله، والتي تم تحويلها إلى فيلم يحمل نفس الاسم عام 1968 من بطولة كمال الشناوي ويوسف شعبان. كذلك وقع الاختيار على روايته الأفيال ضمن أفضل 100 رواية عربية، حيث ترصد الرواية بداية ظهور الحركات الإرهابية القائمة على رفض المجتمع. ومن أبرز أعماله رواية زينب والعرش وبنت من شبرا، إضافة إلى الكثير والكثير من الأعمال التي تبنتها شاشة السينما والتلفزيون.